من أرض الرافدين وعند بيت القصب، أحد أقدم أنماط العمارة الصديقة للبيئة. أتحدث إليكم وأحييكم جميعا. عصفت بالعراق ظروف صعبة على مدى 40 سنة الماضية من حروب ونزاعات، جعلتنا واحد من أكثر البلدان هشاشة أمام التغييرات المناخية، حيث يؤثر التصحر على 39% من مساحة بلدنا و 54% من أراضينا الخصبة معرضة لخطر فقدانها زراعياً بسبب الملوحة الناتجة عن تراجع مناسيب دجلة والفرات. وتضرر 7 ملايين عراقي بالفعل من الجفاف والتغيير المناخي والنزوح الاضطراري. واستجابة لهذه التحديات يسعى العراق إلى الدخول في حقبة بيئية جديدة عبر شراكات إقليمية ودولية. وقد انضم العراق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ لسنة 1992 واتفاقية باريس لسنة 2015 ومبادرة القضاء التام على الحرق التلقائي للغاز بحلول عام 2030، كما تم إقرار وثيقة المساهمات الوطنية NDC لتوجيه التحول الاقتصادي وإرساء مفهوم الاقتصاد الأخضر والدخول في أسواق الكربون واستقطاب فرص استثمارية جديدة ومشاركة أكبر للقطاع الخاص والشباب في الاقتصاد الأخضر. وتبنت الحكومة مؤخراً مبادرة إنعاش وادي الرافدين لتكون إطاراً لتطوير الاستراتيجية البيئية، وهو مشروع للعراق والمنطقة التي تتقاسم التهديد الخطير للتغيير المناخي، ويعتمد على برامج استراتيجية تشمل التشجير وتحديث إدارة مياه دجلة والفرات وتوليد الطاقة النظيفة وتشجع الاستثمار عبر صناديق المناخ الأخضر. فالعراق بموقعه الجغرافي في قلب المنطقة وتنوعه البيئي، حيث النخيل والسهول والأهوار وجبال كردستان، يمكنه أن يكون منطلقا لجمع دول الشرق الأوسط بيئيا، وهذا يتطلب الدعم الدولي بمختلف مجالاته لمساندة جهود العراق وتمكينه من تنفيذ هذه الاستراتيجيات الوطنية. شكرا لكم.